راجل معاه فلوس كتير، بص بيمشي يوزع فلوس كده، وجاب لي الايفون اللي انت شايفه في ودانك ده، قصدي انت شايفه بعينيك ده. انا مش عارف الايفون ده بيشتغل ازاي بصراحه، بس هو في لعبه التفاحه انا نفسي العبها بصراحه. فاكر تعمل لايك شير في القناه وتفعل الجرس عشان في مسابقه، انت مش هتتخيل المسابقه دي سعرها قد ايه. المسابقه دي تدفع لها 1 دولار تكسب منها 100,000 دولار. هو دخل في المسابقه دي وكسب، سبحان الله، راجل محظوظ ابن محظوظ، مع انه اصلا مش محتاج فلوس. الراجل ده بقى عنده بنت جامده، بنت حلوه، هي بنت حلوه ولذيذه واموره وعسوله، بص كل حاجه، بص كوكتيل بنات الحلوين وكل حاجه حلوه موجوده في بنت واحده. فالصراحه انا بفكر يعني ان شاء الله لما لو ربنا كرمني واشتغلت عنده ان هو بقى ايه، يديني بيت، يعني هو يديني بيت ويديني شقه ويديني فلوس ويديني العروسه بتاعته دي وانا اتجوزها بقى ان شاء الله، بس ربنا يكرم. بس انا اصلا متجوز، بس شفت انت اما تجيب بطيخه من عند الراجل بتاع الفاكهه وتجيب بطيخه من راجل الفرش في الشارع، ده الفرق بقى، يعني واحده حلوه واحده وحشه.